السلام عليكم أعزائي متابعين قناة ربحك. عندنا لو أول مرة تشوفونا يا ريت تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. النهاردة يا شباب عملنا إثبات سحب ب 12 دولار. الموقع ده أعطاني بونص ال 12 دولار زائد الدولار اللي أنا كنت حاطه في الموقع، لسه يعتبر ما سحبتوش، وزودت كمان 2 دولار إيداع في الموقع. هنخش كده، احنا امبارح عملنا شرح للموقع اهو، وصحيت الصبح لقيت عندي 12 دولار، مصدقتش، جيت اسحبهم فعلا، جولي على المحفظة على طول اهو زي ما انتوا شايفين، 12 دولار وصلوا على طول في لحظتها، وودعت فيه 2 دولار تاني. الموقع يا شباب ممتاز جدا لاصحاب قناة اليوتيوب والخدمات التواصل الاجتماعي كلها. طبعا انا اودعت 2 دولار وعندي كده 91 سنت كمان في الموقع. هنيجي من هنا يا شباب، احنا قلنا اول حاجه ديت الصفحه بتاعتنا، تاني حاجه لو انت هتودع في الموقع اللي عنده قناه يوتيوب يجرب بس ايداع واحد حتى دولار عشان البونص يوصله على طول. هتيجي من هنا يا شباب تحدد الدولار او الروبل، وبتيجي زي مثلا كده، وبتيجي تحت هنا بتحدد المحفظه، وبتيجي هنا تحط المبلغ، هيقول لك قد ايه هياخد منك 1 سنت، هتعمل تأكيد، وبكده يبقى انت ايه اودعت وديعتك بنجاح. للسحب هتيجي من هنا يا شباب اهو، هتحدد من هنا المحفظة بتاعتك من هنا، وهتيجي يعني مثلا لو احنا حددنا هنا الباير هتحط هنا رقم المحفظة بتاعتك، وهتيجي هنا هتحدد المبلغ، هيظهر لك برضو هنا العمولة، وهتقوم جاي ايه ساحب المبلغ عادي. بعد كده يا شباب قصتي اخباري دي كله مش مهم. الاعدادات لو انت عايز تغير حاجة الباسورد بتاعك بتغيره من هنا، مفيش تغيير محافظ ولا حاجة. وبعد كده في الشركاء، رابط الاحالة بتاعك اهو بتجيبه من هنا يا شباب. واما حاجة بقى اللي هي الهيبة، كلمة الهيبة دي بتخش عليها هنا زي ما انتوا شايفين يا شباب. هنا الموقع عامل بونص لكل خدمات التواصل الاجتماعي، الفيسبوك اول ما بتخلص الخدمة بتاعتك بتقوم جاي اي عامل دوس هنا، لا هتدوس هنا كده وهتفتح معاك كده، تحط الرابط بتاع المهمة اللي انت عملتها وتعمل ارسال. ده بالنسبة للفيديو وبالنسبة لكل الخدمات التواصل الاجتماعي. يوصلك على طول البونص بعديها، يمكن مفيش 12 ساعة، بقول 72 ساعة. أنا صحيت الصبح لقيت البونص وصلني وسحبته زي ما انتم شايفين على طول. في بقى عندهم مجموعة الفي كي لو حابب انت تشترك فيها، معلومات عنهم يعني هنا، قائمة المحافظ السحرية. ممكن اللي عنده، مفيش حد ما عندوش فيسبوك، كل اللي عنده فيسبوك يعمل برضو منشور ويقوم جاي واخد الرابط بتاعه من فوق المنشور يا شباب. يعني انا هوريكم حاجة، هتيجي تنشر المنشور هتلاقي فيه فوق منه الوقت اللي انت نشرته، هتدوس على الوقت وهتاخد الرابط اللي فوق وهتقوم جاي حاططهم لهم، هتفتح الخانة وتحطه لهم هنا وتحصل على البونص. بس بيقول لك البونص بيوصلك بعد 12 يوم، او زي ما انتم شايفين هنا بيقول لي ايه انت حصلت على ايه 12 دولار اهو. وبكده يا شباب اكون انتهيت من الشرح، وان شاء الله السحب الجاي هقول لكم، هنزله لكم باذن الله في فيديو. انت ليك 3 مرات تعمل فيديو 3 مرات وتاخد عليه بونص. وبكده يا شباب اكون انتهيت من الشرح، والسلام عليكم ورحمة الله، في فيديو آخر إن شاء الله.